تبنت الرئاسة استراتيجية تطوير التعليم ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب الذي انعقد بجامعة القاهرة بحضور سيادة الرئيس. سياسات محترمة، سياسات مبنية على معلومات وإحصائيات ودراسات متأنية جميلة، ولأول مرة في مصر بنحس إن فعلاً في تطوير جذري للعملية التعليمية. المشكلة في التنفيذ والأشياء والمشاكل الصغيرة اللي بتعرقل التنفيذ. المفروض زي ما تبنى الخطة والرئيس بيسندوا فيها يبقى يتبنى تنفيذ الخطة. تطوير التعليم ده شيء مهم، بس أرجو من السادة الوزير إنه لما يكون في تطوير تعليم ما يكونش أولادنا كحق التجارب، إنما تكون كخطة مدروسة تحقق أفضل النتائج. السنة دي يعني الوزير بصراحة قام بتعديلات جوهرية كبيرة قوي. السياسة الجديدة أبتدي أعلمه وبيحب إيه وأنميها له ووصلها له وخليه متفوق فيها، هطلع جيل شباب نابغ في التعليم. المثل بيقول لك ايه؟ علم ابنك ولا تورثه، يعني انا علم ابني ولا ادلوش عماره، يبقى لازم نبدا بالتعليم ولازم ننشئ التعليم صح، والنشئ من الحضانه من كي جي 1 وكي جي 2، مش النشئ من اولى ثانوي ودلوقتي هيسلم لهم تاب ولا مش تاب، العيال كبرت خلاص اتطبعت بطباع تانية خالص، اما النشئ عايز تبدا صح ابدا من الحضانه. هو طبعا التطوير بالنسبه للتكنولوجي والاساليب بتاع التعليم حاجه مهمه طبعا، لكن الحاجه الاساسيه اللي عايزه تتغير في مصر هي المدرسين. اسلوب المدرس في شرحه للطلبه واسلوب المدرس في الشخصيه بتاعته في الفصل اساسا، عشان هو ده اللي بيأثر على الطالب بشكل اساسي. والله انا وجهه نظري ان تطوير التعليم هيبدا بتطوير المعلم نفسه، لان تطوير المعلم نفسه هو اللي هو ده اهم شيء في المنظومه كلها. استعرض فيه السيد وزير التربيه والتعليم استراتيجيه الدوله لتطوير نظام التعليم بمصر بدءا من مرحله رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي، إضافة إلى إجراء تعديل على نظام الثانوية العامة وتطبيق منظومة جديدة لتطوير التعليم الفني وتغيير أسماء المدارس الفنية إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية. أهلا بحضراتكم، بقالنا فترة بنتكلم عن ان احنا محتاجين نعمل نهضة تعليمية وان احنا نغير من مناهجنا، والتغيير في المناهج لابد ان يصاحبه تغيير في رعاية الانشطة اللي انقرضت تقريبا في المدارس، ما بقاش في فناء الناس تمارس فيه الهوايات الرياضية، حصص الموسيقى وحصص الرسم خلاص تقريبا يعني تضاءلت للغاية وتكاد تكون اختفت. عاوزين نرجع ده كله للحياة ونهتم بولادنا الموهوبين منذ الصغر علشان هم دول اللي بيشكلوا قوانا الناعمة واللي بيقودوا المجتمع بعد كده في المجال الفني. النهارده هنتكلم عن الموهوبين في المدارس ومش في القاهرة ولكن في كفر الشيخ. يسعدنا أن نستضيف الأستاذة رحاب رشاد مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ. أهلا بحضرتك. أهلاً معانا ومعانا واحدة من الموهوبات، الموهبة الغنائية الطالبة رولا رضا حماية. أهلا بك يا رولا. أهلا بحضرتك. أبدأ مع حضرتك أستاذة رحاب ونتكلم عن طبيعة عمل إدارة الموهوبين والتعلم الذكي. طبعا إدارة الموهوبين والتعلم الذكي تعتبر إدارة جديدة، كانت بدايتها 15/8/2015، يعني إحنا دلوقتي في أعياد أو الاحتفال بالأعياد السنوية لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي. طبعا دي إدارة جديدة فبدأت بالاهتمام بالبنية التحتية للإدارة، إزاي إحنا نجمع أو نكشف على أكبر عدد من الطلاب الموهوبين، ازاي يكون عندنا داتا كامله للطلاب دول بكل مجالات الموهبه، شعر، غناء، القاء، مواهب رياضيه، مواهب ادبيه، مواهب فنيه والتركيز عليها. المسؤول اللي في المدرسه اللي بيهتم بالطالب ازاي يكون ليه قاعده بيانات متوفره عندنا، ازاي نعمل خطه لينا، هدف، رساله، محاور، استراتيجيه، كل الحاجات دي علشان نبقى احنا ماشيين بخطه صح من خلال توجيهات الوزاره والاداره المركزيه باهتمامها بالموهوبين، وخصوصا ان احنا السنه دي في عام الاهتمام بذوي الاعاقه وعام 2019 ان شاء الله عام التعليم، وفي توجيهات فخامه السيد رئيس جمهوريه بالاهتمام بالموهوبين والابداع وازاي نوزع او ننشر ثقافه الابداع والموهبه في كل المجالات وفي كل المؤسسات وفي كل نواحي الحياه.
جميل، بس انا عاوز اعرف كيف كان يسير الحال قبل انشاء هذه الاداره، يعني الاداره حديثه من 2015 بنتكلم في 3 سنين. اكيد كان في اهتمام بالموهوبين عن طريق اشكال اخرى. أكيد. هو طبعا الطالب الموهوب بيفرض نفسه على الساحه، فبنلاقيه في المدرسه الاذاعه مركزه عليه، نشاط التربيه الموسيقيه مركز عليه، التربيه الفنيه واخده، الصحافه والاعلام واخداه، يعني كل المدرسه مهتميه بمين؟ بالطالب ده. قد يكون هو اهتمامه في الاول مهتمين بيه علشان هو ولد ذكي او عبقري او في طفره مش موجوده في حد، فطبعا الطفره دي بتخليه فريد عن زمايله عن رفقائه اللي موجودين معاه في نفس السن، فبالتالي هو فارض نفسه على الساحه بيقول انا موجود، فبيبداوا يهتموا بده. هو بالنسبه لهم الولد الشاطر، الولد المجتهد، الولد المتميز، فالتميز بيفرض نفسه لانه هو اكيد ده اتربى على تميز، فطلع في بيئه فيها تميز فبيمتد يطلع نتاج كل الانشطه. فكنا في الاول في انشطه، لكن اداره الموهوبين بتنجم النشاط وبتقول احنا موهبه في رقي او في علو او سمو بالولد. يعني كان في الاول في انشطه، في انشطه عادية ورعايه انشطه، دلوقتي يعني تم استحداث الاداره دي علشان اداره الموهوبين تركز اكتر على الموهوبين والطالب المكنهم انهم ياخدوا فرصتهم. طب نروح بقى للموهوبه، الموهوبه رولا. رولا انت في مدرسه حكوميه عاديه؟ اه. طيب تمام قوي، علشان ده برده مثال حلو كده. بنضربه في سنه كام؟ ثانيه سنه. يعني مش هتلحقي النظام الجديد بتاع الثانويه العامه؟ لا. فلتتي منه. لكن احنا كنا عاوزين نعرف رايك فيه لو انت يعني هتنضمي اليه. على اي حال انت موهبتك موهبه الغناء، ازاي بدات معاكي الموهبه دي، ويعني يعني ازاي تم الربط بينك وبين اداره الموهوبين؟ انا في الاول كنت زي اي حد، كنت ببقى في البيت بتلاقي بابا وماما يسمعوني، بداوا يهتموا يعرفوا ان انا عندي موهبه، بداوا يلاحظوا الحته دي، فانا بقى ساعتها بدات ان انا ادخل في الاذاعه المدرسيه، اشترك في الانشطه لغايه ما وصلت للمسرحاب، وطبعا هم سلموني بابا وماما سلموني المسرحاب، وهي بصراحه كلها خير وبركه، ما سابتنيش، يعني كانت دايما بتساعدني، كانت دايما بترشدني للطريق الصح. بس عندكم حصص موسيقى في المدرسه؟ اه بنبقى نتعلم موسيقى والمس بتدينا الحصه. هناك في كونتوا فرقه او بتعملوا عروض اخر السنه، ولا بس الموضوع بيقتصر على حصص الموسيقى؟ لا احنا بنعمل حفلات وعروض في المدرسة، في مناسبة دايما بنشارك فيها، يعني موهبة بتبقى دايما موجودة طول السنة. جميل، ممكن بقى تسمعينا جزء كده من اي اغنية تختاريها علشان نعرض موهبتك على الجمهور، ونكمل حديثنا بعد كده مع الاستاذ رحاب. ليالينا على ناس قبلي
بسهوله، صوت حلو. بابا وماما لاحظوا انها صوت حلو وبدا يوجهوها لاداره الموهوبين في المديريه. طبيعه بقى رعايه اداره الموهوبين لموهبه زي رولا الا الخدمات اللي بتقدمها لها او يعني الفرص اللي بتتاح لها عشان تزود من موهبتها؟ طبعا هي اداره الموهوبين اداره جميله زي مصر ما جميله. ولادها الموهوبين هم نجوم اللي بيتلقلق في السماء. احنا بنبدا نهتم بيهم، بنقول اول خطوه ان احنا بنشوف مجال الموهبه بتاعتهم ايه، بنعمل لهم برامج اسرائيليه. كل طالب حسب الموهبه بتاعته. يعني ايه برامج اسرائيليه؟ يعني احنا بنسريهم بغزاره في المجال بتاعهم، هو محتاج ايه، محتاج نزود له ايه. لو مثلا حاجه موسيقيه او صوت زي رولا، بنبدا نتوجه لحد موسيقي فاهم المقامات، عارف يرشدها للطريق الصحيح، ويبدا يديها دورات او جلسات وهكذا، التربيه الفنيه او التربيه الرياضيه. فيعتبر زي كورس احنا بنديه للطالب من خلال برضو ندوات او لقاءات بتقعد مع موسيقيين او ناس اصواتها حلوه وبتبدا تسمع لهم. بنبدا طبعا نسجل ده، ومن خلال كمان المسابقات اللي بتعملها اداره الموهوبين، سواء بطولات الموهبه، واحد الابداع بالموهبه نرتقي، في عده مسابقات فيها. فعلا رولا فازت واخذت المركز الاول على محافظه كف الشيخ فيها، ودي دايما بنعملها باستمرار. تبقى في مسابقه كبيره جدا بتبقى على مدار العام، ومسابقات صغيره على توالي شهور السنه، بحيث ان احنا نبرز مجهود الولاد دول ونبرز موهبتهم، ونقول للمجتمع كله في ولاد موهوبين. وطبعا مشاركه الاعلام مش بننساها، لان هي فعلا السبورت اللي بيأيدنا وبيساعد الولاد دول ان يفتح لهم المجال ان هم الناس تسمعهم تعرفهم وتقول في مواهب في مصر. مجالات الاهتمام بتاعت الاداره ايه هي؟ يعني الغناء احد المجالات او المواهب، ايه تاني بتهتموا؟ طبعا في المجالات الفنيه، غناء، القاء، شعر، تمثيل، في عندنا الرسم، الكاريكاتير، في مواهب رياضيه، كل الالعاب الرياضيه موجوده عندي. في كمان الجديد المواهب العلميه، بدانا نهتم بالولاد المخترعين والمبتكرين، لان ثقافه الابتكار قليله قوي. الولاد اللي شايف عنده مهاره البحث العلمي وازاي يعمل سيرش وازاي يعمل ابداع او ابتكار او اختراع ويبقى فرحان بيه جدا، لسه ما فيش الوعي الموجود قوي اللي يراعي الولد المخترع او الولد المبتكر. فاحنا بدانا نقول في مسابقات للولاد المخترعين، ونجمع اكبر عدد ونعمل لهم مسابقات محليه، مسابقات دوليه، وبيشتركوا فعلا في مسابقات عالميه كتير جدا، وبياخدوا مراكز على مستوى العالم. ودي يعني احسن حاجه تعتبر بتعملها طفره او وثبه عاليه جدا وتطور سريع في اداره الموهوبين، الاهتمام بالطالب المبتكر. كمان في الحساب الذهني والذكاء العقلي بتاع الولد، ازاي ان هو يقدر يجمع ويطرح ارقام من غير الكالكوليتور، بحيث ان انت هتقولي له ارقام صعبه جدا وهو على ايده وعلى وبذهنه يقدر يحل لك المسائل على وجه السرعه. فبرضه بنهتم بالحساب الذهني. يعني في اهتمامات كتير قوي باداره الموهوبين غير الغناء او الفنون او الادب او الشعر او الرياضه، وفي حاجات كتير قوي بتهتم بيها اداره الموهوبين. جميل. رولا دايما بيتهموا كده المدارس الحكوميه، وده اتهام باطل، لان انا بشوف ان معظم الناس العظماء في بلدنا خرجوا من تعليم حكومي، يعني ان هما ما فيش اهتمام بالمواهب، ما فيش اهتمام بالطالب، وان ربما المدارس الخاصه بتعمل ده. انت رايك ايه؟ شفتي ان في اهتمام؟ يعني حابه وجودك في مدرستك؟ انا عن نفسي، انا رولا، انا حابه وجودي في مدرسه حكوميه، لان الطالب المجتهد او اللي بيبقى بيدور على موهبته بيدور عليه في اي حته، سواء كانت مدرسه حكوميه او مدرسه خاصه، هو عنده هدف هيوصل ليه. صحيح. بس وانت هدفك ايه؟ نفسك تبقي ايه في المستقبل؟ انا نفسي ابقى دكتوره اسنان ان شاء الله. يعني الغناء لغايه دلوقتي في اطار الموهبه. اه. طب هتسمعيني ايه تاني؟ سماك الف ليله لام كلثوم. جميل. بتختاري حاجات صعبه يا رولا، دي تحديات. يلا بينا. يا حبيبي يا حبيبي أنا يا حياتي أنا كلنا كلنا في الحب سوا والهوى منه الهوى
اه منه الهوى، اه منه الهوى، اه منه الهوى، سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهدى يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل، يلا نعيش في عيون الليل، ونقول للشمس تعالي 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 بعد سنة مش قبل سنة في ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة، بألف ليلة وليلة، بكل ربنا يوفقك ان شاء الله. والنهارده ده بس كان مثال لما يستطيع ابنائنا ان هم يقدموه من فنون، محتاجين رعايه، محتاجين مد ايد العون بس ليهم، لكن مصر دايما ولاده ودايما ان شاء الله مصر جميله باولادها. بشكر الاستاذ رحاب رشاد مدير اداره الموهوبين والتعلم الذكي بمديريه التربيه والتعليم بمحافظه كفر الشيخ، شكرا لحضرتك. في خالص، وميرسي ليكي يا رولا، وان شاء الله تبقي احلى دكتوره اسنان وكمان مغنيه كبيره وعظيمه. شكرا ليكي. لسه فقراتنا متواصلة مع حضراتكم، وبعد الفاصل مزيد من الفنون، لكن المرة دي الفنون المحترفة، فرقة مونت كايرو معاكم بعد قليل.